أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليكم يا خدام الإمام الحسين ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أهلاً ومرحباً بكم في الليلة الثامنة، الليلة التاسعة عفواً، من مسابقة الزهراء سلام الله عليها، الرابعة للردة الحسينية التي تقيمها حسينية المرحوم الحاج داود العاشور في البصرة أبي الخصيب. هذه الليلة متكونة من ثمانية متسابقين إن شاء الله. نستهل هذه الليلة بالمتسابق الأول من محافظة البصرة الفيحاء الملا أحمد الزيداوي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أعلى الأصوات. الوفقتني لخدمتك شنهانة لو يا الله يا الله يا الوفقتني احضر بالقرايه احضر بالاقرا وتعنى هلا احضر احضر بالقرايه وتعنى مشايه مشكور يا حسين ما كنت اظن بهالسنه ابقى بخديمتك بخديمتك بوسيدي لك وجهه قوفه واشكر نعيمتك واشكر نعيم ما كنت اظن بهالسنه ابقى بخديمتك بوسيدي لك وجهه قوفه واشكر نعيمتك خادم وحيطك على الراس واتباهى ما بين الناس واشكر اخوك العباس وعيونه خدمتك بيها نوماس انت الاصل وانت الساس روحي لك يا ابو الاحساس ممنونه ممنونه شنو نقول يا فضلك هوايه وتعنى مش لا تنسى فدوه يا فضلك هوايه وتعنى مشايه مشكور يا حسين مشكور يا الوفقتني لخدمتك شنهانة الله على هذا الجواب يا الوفقتني لخدمتك شنهانة لو ما نعمتك أحضر بالإقراية وتعنمه يا الله يا الله أحضر بالإقراية بخدمتك واتعنى مشايا مشكور يا حسين شاعرها الطيب أبو حوراء الصالح أغانتي عند الله حجيك ينسمع منزلتك هواي عند الله حجيك ينسمع منزلتك هواي ودر الله ما يرفض طلب منك يا مولاي منك عند الله حاجيك ينسمع
منزلتك هواي ودر الله ما يرفض طلب منك يا مولاي منك ايش ما تطلبي قلك صار ينطيها لك حار بحار ذاك الأبيد ما يحتار ذاك الأبيد ما يحتار خطارة خطارك يا عزيز المختار من فدولك أين اندار خلي نضي من الزوار يمدارك يمدارك منك رديت هاي واتعنى مهشايا أحسنت وأجدت جزاك الله خير الجزاء. عندما نقول بأن هذا المنبر يحتاج إلى شيء اسمه رادود، فالرادود يجب أن تتوفر فيه عناصر متكاملة حتى يطلق عليه رادود، من الثقة بالنفس، من الأداء، من الاختيار، من الصوت. فكانت فيك يا أحمد، شكرا على هذا الأداء. ولأنك من مدرسة الكبير الأستاذ ثامر الوندي، فدعني أقول لك بأنك معفي من الإصغاء والترديد. حيوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أحسنت يا مولا أحمد، شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المتسابق الثاني لهذه الليلة من محافظة ذي قار الملا رحيم الشويلي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا صديين وبسفارنا الكربلاء قاصدين كثرني وياك نعيبي هناك ينطر جن سبي كثرني وياك نعيبي هلا بالنشامة وانا ريد ما تطيح عبيجن وانا ريح يا الفواطم يا الله قوما للرحيل تحضرا للرحيل تحضرا والعبيج اثرين عددها هناك كل جنت انسبه شدني الحالي بصبر جن حال حال تحزمان شدني الحالي بصبر جن حال حال تحزمان زينبي هناك التلم جن بيها كل جن تحتمن بيها كل بالطفوف زينبي التحمي جن وانا ري ما تطيح عبجن بالطفوف التحمي جن وانا ري ما تطيح هلا بيك انتني منال النبي هناك ينطر جنسبي انتني وانا ريد ما تطيح عبيجن وانا ريد راحلين استعد
عد للبلا راحلين قاصدين. هلا بيك نشمي. وبسفرنا الكربلا كثرني وياك نعبي هناك ينطر جن سبي كثرني وانا اريد ما تطيح عبيجن وانا اريد للموفق حازم رحم الخزرجي. آه يلا زينب قوم يا اختي واستعدي للسفر واستعدي للسفر شد حيلك خويا للطف من يحزون النحار من تصير الدنيا ظلمة ويختفي نور القمر من تصير الدنيا ظلمة يختفي نور القمر هذا حال الطاف يا زينب هيج مكتوب القدر هيج تحملين نايبات الوحدك والحريه كلها يختب ذمتك وحدك ويا الاجنبي هناك ينطر جنسبي وحدك هناك ينطر جنسبي وانا ريه ما تطيح عبيجن وانا ريه ما تطيح وانا ريه ما تطيح. أحسنت جزاك الله خير. أحسنت. أخذ الميكروفون ملا فدوة. طيب الله أنفاسك يا حبيبي وحسنت وقواك الله على التعب الله يبارك بيك إن شاء الله. اسمع مني هذا المثال البارحة ذكرته بس حتى كلماته ما انضبطت راح أقول لك يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم بطور اسمع مني أول يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم للفدا في كربلا يا أيها الأبناء للفدا في كربلا يا أيها الأبناء يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم هساي أولها يا قمر يا قمر يا قمرا وثلاث نجوم يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم رحيم اسمع مني زين
يا قمرا اسمعها زين يا قمرا يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم هسه يا قمرا وثلاث متعمد نجوم متعمد متعمد انطيك على هذه الطبقة اللي هي طبقتك لأنه وراك جواب بالمقاصير إذا تأدي من الأول بهاي الطبقة يصعب عليك وعلى الجمهور إذا أدى وياك يا قمرا كل بهدوء كل هدوء يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم إيه يا قمرا وثلاث نجوم هبوا لنداء المظلوم شكرا موفق منه أحسنت يا حبيبي طيب الله أنفاسك يا أبا عبد الله أحسنت يا مولى رحيم شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد المتسابق الثالث لهذه الليلة من العاصمة بغداد الملا سجاد الدراجي استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآله يا نسيم الأمنيات عن زينة يا نسيم صيح يا بطوى مرسال الجروح يا هوى العباس روح اطوى مرسال الجروح يا هوى العباس روح لو صرت ما بين ايدي اقرا كلماتي صيح اقرا كلماتي انت الامل يا هوى الحنين وعلى القمر اقرأ ذات سنين انت الامل يا هوى الحنين وعلى القمر اقرأ ذات سنين يا نسيم الامنيات يا نسيم أمنيات عن زين يا نسيم يا نسيم ما شاء الله هلا اطوى مرسال الجروح اطوى مرسال الجروح يا هوى العباس روح لو صرت ما بين ايدي اقرا كلماتي صيح اقرا كل شنو شنو انت الامل يا هوى الحنين وعلى القمر اقرا اذل سنين انت الامل انت الامل يا هوى الحنين وعلى القمر اقرا اذل سنين وعلى ما شاء الله اقرا سنين مني لجروح ولات والمصاب مني لجروح ولات والمصاب من الدمعة من الفجعة لابو فاضل ها لابو هذا مرسال الأحوال والإعتاب هذا مرسال الأحوال والإعتاب شنو؟ اي انا بهضمه انا بظلمه دمع سايل الدمع سايل هذا مرسال الأحوال والإعتاب اي انا بهضمه انا بظلمه دمع سايل الدمع سايل نعش جابه
نعش جابوا يا عباس على الباب، نعش جابوا يا عباس على الباب. خويا خويا خلاص عمري نحفر قبري، قل لي خلاص عمري نحفر قبري، جسمنا حيل جسمنا حيل، ساعة الموت تمنيت يا لحباب تشيلوني تشيعوني وياها، تشيلوني تشيعوني ولا سائل، وداعتك مشتاق ليك يمت اشوفك، وداعتك مشتاق ليك يمت اشوفك، يا انيس الذكريات بعيني بعدك كل شمات، يا انيس الذكريات بعيني بعدك كل شمات، اما نجيب الكفيل كل مناجاتي اسمعك كل مناجا اعلى اعلى هلا كل منا طيب شفك رديت تمسحني دل جبين، وعلى القمر اقرأ اذل سنين، يا نسيم الامنيات يا نسيم الامنيات انا زين، يا نسيم يا ملا سجاد الحبيب طيب الله انفاسك واحسنت يا حبيبي، وانا عهدي بك انك رادود وستبقى دوما وابدا ان شاء الله على هذا المنبر المبارك ونسمع صوتك. طيب النزله خلي لي اياها بيدك فدوى اروح لك. يقول هنا نازليني هنا قبري حسين دلون هنا هنا يا نازليني هنا قبري حسين دلون تعالي راعي الجود والراية، اريد اروح شجاية واقول له يا بدر سعادي خوي رضيت القوه. انا هاي مال ملا عطية الجمري حقيقة أسمعها لو أديها ما أتمارك، فأنت يلا أسمع اللحن هذا وأديه. هنا يا نازليني هنا بقبر حسين دلوني، هنا يا نازليني هنا بقبر حسين دلوني، تعالي لي المسناية انتبه لي راعي، تعالي لي تعالي لي المسناية، تعالي لي المسناية راعي الجود والراية والراية والراية، اريد اروح شجاي واقول له، اريد اروح شجاي واقول له يا بدر ساعدي رضيت القوم يسبوني، رضيت القوم يا يسبوني. طيب والله انفاسك واحسنت يا حبيبي. أحسنت يا ملا سجاد، شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
المتسابق الرابع لهذه الليلة من محافظة ميسان الملا فاضل الكعبي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد بأعلى أعلى الأصوات. طوفت خيمة وبعد خيمة، سما خلصت ولا غيمة. طوفت خيمة وبعد سما خلصت ولا يا عم يا عم راسي سولي في الراس زينب راسي زينب انت عباس يا عم يا زينب انت كافل وام زينب انت كافل وام بس قالت لها راس برميح قا بس قالت لها راس إذا نرسم خيام برماد الإخيار إذا نرسم خيام برماد الإخيار رقي على الجمور ما تقدر تنام رقي على الجمور ما تقدر تنام زينب ياهو إلها عزيزة قلبها إلها زينب ياهو إلها عزيزة قلبها إلها شمر لما سألها شمر لما سألها بعد كم يوم ذا طبين للشام ياهو المن خوتك راسه قدام ياهو المن خوتك راسه دام شمر لما يحاكيها سما نسمع بكي بيها شمر لما يحاكيها سما نسمع بكي بيها يا عم يا عم يمكن خلصت الناس زينب انت عباس يمكن خلص زينب انت عباس يا عم يا عم طوفت خيمة وبعد خيمة السماء خلصت ولا طفت خيمة وبعد خيمة السماء خلصت خيمة يا عم يا عم زينب انت عباس راسي سولي في الراس زينب انت عباس يا عم يا عم لخادم الحسين منتظر الكعبي ومن بتنا بخراب بلا يبيبا من بتنا بخراب بلا يبيبا انت غطى بعمتك ما مرنا دخان انت غطى بعمتك المامر كل ما صاح واحد عم عطشان كل ما صاح واحد عم عطشان تغيم زينب تظل تمطر الوايا ومن بتنا بخراب بلا يبيبا انت غطى بعمتك الممر ندخان
تغطى بعم. سنت يا حبيبي، سنت مرة. خذ الميكروفون بيدك حبيبي، اسمع هذا مثال. جواك الله من ده. اسمع مني. إن شاء الله. يا خويا يا خويا طبقتك. يا خويا يا خويا اسمع اسمع. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. يا خويا ها جواب خف ماكو حيل. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. شفت بعيني سام النار بخيامي، شتحمل والراس اندار قدامي. شفت بعيني سام النار بخيامي، شتحمل والراس اندار قدامي. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. شفت بعيني سهام النار بخيامي، شتحمل والراس اندار قدامي. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. من يا خويا؟ يا خويا يا خويا. انتبه شوية، عدتها بالقرار والجواب. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا يا لك. يا خويا يا خويا يا خويا يا خويا. قلبي هذا من صبا زمزمة، انت تحوله للكرد ليش ما ادري؟ في انت دقيق، كنت تأدي صبا بالبيات كذا بكل دقة، لهذا اختاريت لك انا هذا فعلا. يا خويا بس هذا. يا خويا فاصل. نرجع ونأكد نقول فقرة الإصغاء والترديد هي إلك، حتى شنو؟ لأن رادود لازم تمتلك إذن واعية حتى يحفظ النغم. أحسنت يا ملا فاضل. شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أسكن جراحك نابذا أرجاك، أنت اقترحت على البقاء بقاك.
ملا علي ما قرأنا لحد الآن. هذه حروف الله ياصرة بها تسعى إليك، تسعى إليك، تسعى إليك وتشتهي إملاك، تمشي يصلي الطف خلفك يستعيد جهاته يا متقنا أنحاك، يا متقنا أنحاك. أحسنت. المتسابق الخامس لهذه الليلة من محافظة ذي قار الملا فلاح الركابي، استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا ناقيتي يا ناقيتي ريضي ريضي وروح ميب حاليتي من دلالي، هذا حالي من دلالي من هلا، هذا حال من دلالي من دلال ريضي ريضي ويروح ميب حالي، ريضي ريضي على هونج على هونج على هونج يا ناقة بالمشي شوية أنا زي أنا لو أن ماليش عريف بي أسيرة ويسور ما من احزاني صرت لامع اي تلاحي من كربلاء لدربي السبي حرمه ويصد ليل اجنبي من كربلاء من كربلاء حرمة حرمة ويصيد لي وما يبالي هذا حالي وما يبالي ريضي ريضي ويروح ميب حالي ريضي ريضي وي يا ناقة يا هزيلة مشايك يا ذيني يا ناقة يا هزيلة مشايك يا ذيني إلى الشاعر علي الإبراهيمي بدموع العين أسليك تسأليني إذا يوقع طفل أركض لتعينيني إذا يوقع طفل أركض لتعينيني أحل في جبيل زكي إلى تعوفيني لو طيف ليطا حتي على الأرض يا ناقة لض لو عيتي رض ودمعي حالي هذا حالي ودمعي حالي
بارك الله فيك. بارك الله بك يا حاج. أقصر وقت يستغل راجود بالمسابقة والله. مختصر مفيد. الزيادة كالنقصان. الاختصار هو جميل من يكون عندك أدواتك جاهزة وحاضر. سنت يا حبيبي. اسمع مني. هيك شيء قريب من أدائك. يا حسين ارحم دمعاتي وارحم وني وحسراتي. يا حسين ارحم دمعاتي وارحم وني وحسراتي. يا ابن أمي يا ابن أمي يا الحبك يجري بدمي. ارحم وني وحسراتي. يا حسين يا حسين ارحم دمعاتي وارحم وني وحسراتي. وارحم وني وحسراتي. يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي يا الحبك يجري بدمي. يا الحبك يجري بدمي. من الفلاح هذا كله قرار بالنسبة لك. سمعنا يا بالجواب. بالجواب يعني ها خم بين منا كلام يعني قصدك. يا حسين ارحم دمعاتي. يا حسين ارحم دمعاتي. هنا يا حسين ارحم دمعاتي وارحم وني وحسراتي. وارحم وني وحسراتي. يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي يا ابن أمي. أقول لك أنت بالأطوار اللي تأديهن هاي الطبقة ليش متيهي؟ هاي طبقتك طبقة أدي جوهر صوتك يطلع خانق روحك مدري وين شنو السالفة؟ ها هاي طبقتك اللي تأدي بيها كون هاي موفق مني. الله يوفقك يا حبيبي. شكرا جزيلا. أحسنت يا ملا فلاح. شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. المتسابق السادس لهذه الليلة من عاصمة الثقافة الإسلامية النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الملا كرار شل النجفي. استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. يا أبو فاضل هاي كل خيامتي شلون أطلع ما قلت طلعي. شباب شباب صوتك أعلى ما شاء الله. يا أبو فاضل هاي كل خيامتي شلون أطلع شلون أطلع ما قلت طلعي زين. هنا عباتي تلتهب هناك صوت انسلب. هنا عباتي ما شاء الله هناك صوت انسلب.
شلون اطلع ما قلت طلعي يا زينب، شلون اطلع تعالي بدون ما يبساح اختك لاحقي عليها، تعالي بدون ما يبساح اختك لاحقي عليها، صعب الخيم عوفنها، صعب الخيم عوفنها، والأصعب أظل بيها، والأصعب أظل بيها، لا بي يا أبو فاضل هاي الخيمة طفيها وما تقبل إذا أطلع، وما تقبل إذا أطلع، ويشوفون تاليها، ويشوفون تاليها، أنا ما حد شاف طولي في كل حياتي، وخوفي أبقى والله بيوصل عباتي، أنا ما حد شاف طولي بكل حياتي، وخوفي أبقى والله بيوصل عباتي، هنا لهب ما ينجيب هناك صوت وأنسلب، هنا لهب ما ينجيب هناك صوت وأنسلب، شلون أطلع شلون أطلع ما قلت طلعي يا زين شباب إيه ما شاء الله، شلون أطلع يا ابو فاضل، يا ابو فاضل هاي كل خيامتل، شلون اطلع شلون اطلع ما قلت طلعي يا هنا عباتي، هنا عباتي تلتهب هناك صوت إي ما شاء الله، هنا عباتي تلتهب هناك صوت شلون أطلع ما قلت طلعي يا زينب، شلون أطلع حاسب حار ملا حساب العينك مين طفي سهم، الشاعر المرحوم السيد رزاق الحلو، حاسب حار ملا حساب العينك مين طفي سهم، خايف لا تشوف اختك زينب ساعة الهجمة، زينب ساعة الهجمة، وجفوفك تجي تطلع من خشم حليب امه لو ما
لا موجود بخيامنا حد ما يصال يم حد ما يصال يم وصفة يا عباس تتلاها بخيامنا انت ما موجود بس الا بيمنا وصفة يا عباس تتلاها بخيامنا انت ما موجود بس الا بيمنا وصفة متني ينضب هناك صوت انسلب وصفة متني ينضب هناك صوت انسلب شلون اطلع باقي لتطلعي يا زينب شلون اطلع ما قلي شيخ قرار عهدي بك قديما فمنذ نعومة أظفارك أنت ابن منبر شهادة ومجالس شهادة أستاذي أبو عباس فإحنا نقول من تطلع على مدرسة التراث يكون عندك أساس قوي تقدر تنطلق منه تقدر شوف التراكيب اللحنية المستخدمها الشيخ كرار الجمل فقدرة الصوت يعرف وين يؤدي بيا مساحة فإحنا هتش نريد هاي الغاية من المسابقة أصلا مسابقة الزهراء من أول سنة من جون الرواديد كلهم ولحد هاي السنة السنة الرابعة هي غاية أنه نجد رادود نقول على رادود لذلك هو طلب من الأستاذي وحبيبي ثامر الوندي وأنا كان بقرارة نفسي فأنت معفي من الإصغاء والترديد يا حبيبي شهادة اعتز بها في دور روحك الله يسلمك الله يسلمك أحسنت يا ملا كرار شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد المتسابق السابع لهذه الليلة من كربلاء الحسين من كربلاء الجراح كربلاء أبي الفضل العباس عليه السلام الملا محمد عبد النبي الخفاجي استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد سليب سليب ما حد عرف قدرك غريب غريب ليش انهشم هلا بيك هلا سهلي غريب 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 ليش انهشم صدرك يا حسين يا حسين يا احشي يا حسين يا حسين يا حسين يا شلون باكر لو نصبح برض لي تفوف ينحطي السيف على نحرك وعينك تشوف ينحطي السيف على نحرك وعينك تشوف نايمي وتبكي علي ابين لي صفوف نايمي وتبكي علي بين الصفوف من رح يسنك تعاتي برا علي جفوف من رح يسنك تعاتي وما الرد قيل لي يا زينب يا زينب وما الرد قيل لي زينب لا تضيعيها وما الرد قيل لي زينب لا
تضيعيها عينيك يا مرقية بيعديها يا خيتي ولا تدنيها أنا شباقي بيا أنا شباقي بيا عجيب عجيب متحير بأمرك غريب غريب ليش انهشم يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين الطوم يا حسين يا اسمع زينب تقول الشمير لما تربع فوق صدره الشمير لما تربع فوق صدرك ليش ما خليتنا عنانا يمك ليش ما خليتنا عنانا يمك قبل ما يحزي النحر ويسيل دمك ريد تقابلي الموت خويا الصدر ضمك ريد تقابلي الموت خويا هيا خير من غسية وبعد ما اشوفك اريد اتوعد وعي وياك هيا خير مغسية وبعد ما اشوفك اريد اتوعد وياك لو بيدي يا ابو سجاد ما عوفك اسير بقبضة اعداك اسير اي حسين حسين شفت انكسار ظهرك غريب ليش انهشم صدرك يلا سليب 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 محد محد اي غريب القصيدة الى خادم الحسين امجد صاحب الشطري صيح سليب سليب هي يا حسين يا ضبع هي يا حسين يا طيب الله انفاس فدوا رحمك ملله انفاسك يا تاج راسي فدوا رحمك حجينا وتاج راسنا واستاذنا الكبير فدوا رحمك احنا قلنا على الوزن هذا الماء معروف اسمه الطردي خادم ملا محمد الخفاجي راح اتعارك وياك اذا ما تعلمت الاوزان خلال انا خادم 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 منكم نتعلم وهسه ما دام الوزن طردي هم راح اطردك من الاصغاء الاصغاء ما عفي منا يا فدوى روح لك فدوى روح شهاده اهتزي بها ملاتي فدوى روح لك الله يسلم عافيه دير بالك على الطردي اي والله تبارك على وزن الطردي ها شجعوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ختامها مسك ومسكها ختام وسيكون ختام هذه الليلة من العاصمة بغداد البرعم الحسيني المبدع الملا يحيى الغزي استقبلوه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد ما غمضت عيونيش ولا داوت متونيش ما غمضت عيون نشمي وما داوت متونيش ما
ما عندي جفوفي شي عن جفويا، تمنيت عيوني شوف النجخويا، ما غمضت عيوني إليك الله ما غمضت ما غمضت نشمي عيوني إيش ما عندي جفوفي شي عنك تمنيت عيوني شوفنك أدران عينك عيل درب واحضر لك تريديني واخر ثواني من العمر شبقيني وتودعيني ما اقدر انظر حالتك يا زينب تعذريني وشلون شيعيك للقبر ومقطع جفيني ومقطع عذريني من الجاية حقك خوي علي انا درمتونك يا ذنك خويا تمنيت عيوني شوفنك ما غمضيت ما غمضت مولا الله يوفقك داوتمتونك ما غمضت عيوني نيت ولا داوتمتونيك ما عندي جفوفي شي عنك يا تمنيت عيوني شوفنك أدران عينك عيل درب واحضر لك تريديني واخر ثواني من الأمر شبقيني وتودعيني ما اقدر انظر حالتك يا زينب تعذريني وشلون شيعيك للقبر وولا ومقطع جفيني ومقطع عذريني من الجاية حقك خوي علي انا درمتونك يا ذنك خويا تمنيت عيوني شوفنك الى خادم الحسين تحسين الخفاجي الليل زينب بيت علي ادران عينك عيل درب واحضر لك تريديني واخر ثواني من الامر شبقيني وتودعيني ما اقدر انظر حالتك يا زينب تعذريني وشلون شيعيك للقبر ومقطع جفيني ومقطع عذريني من الجاية حقك خوي علي انا درمتونك يا ذنك خويا تمنيت عيوني شوفنك خويا. طيب الله انت فاتك اسمع اسمع تعال 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 اسمع خذ الميكروفون خذ الميكروفون صعد عافية اول وحده
منو الشاعر الكتب النزلة اللي قريته اللي ما قلت اسمه ذكرته؟ منو هسه؟ حيدر موسى الرميثي. ليش ما حيدر موسى الرميثي؟ هاي طيح الكيئه يلا زين. ها لا قصدي يعني حيدر مو ما ذكره بالهذا، قلت له طيح ما ذكرته بعد. والنعم من اهل الرميثي. اي طيب الله انفاسك يا حبيبي، احنا شو نريد هسه من عندك؟ لو تسويها مثل الاستاذ ثامر هاي توخرها كلها، ها لو تربيها كلها انت اختار. ها فدوى روح لك يا حبيبي، فدوى الحسك، فدوى هل وانت هم معفي من الاصغار، معفي هم من الاصغار. الله يوفقك ان شاء الله، ندعو لك ان شاء الله موفق يا حبيبي.